بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جه على قناة بيم عربي على اليوتيوب، وإيه الأماكن اللي ممكن أقدر أحمل منها ملفات الداينامو عشان أبدأ أستفاد منها في برنامج الريفت؟ بداية ممكن على القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم تشغيل اسمها الداينامو، هتلاقي كل حاجة مشروحة ومحطوط الرابط بحيث تقدر تحملها على طول. تمام، يعني ممكن أقول له مثلا هنا دوت، هتلاقي ده الرابط اهو بتاع الملف، تقدر تحمله وتلاقي الشرح برضه بيتعمل ازاي. تمام اهو، هتلاقي ده مثلا بيقول لك الحاجة دي اتعملت ازاي. تمام، وبرضه منديك الملف، فلو انت عايز الملف على طول ممكن تحمل الملف. لو انت عايز تعرف تبرمج ازاي تقدر تتعلم البرمجة، وتقدر تضيف وتعدل وتصلح زي ما انت عايز. في برضه الموقع ده فيه بعض الحاجات جاهزة كويسة. تمام، هنحط الروابط دي كلها اسفل الفيديو بحيث الناس تلاقيها. ده الموقع ده خاص بالتعاون المبرمجين، عامل زي الفيسبوك للمبرمجين، فبتلاقي اكواد كتيرة جاهزة وكويسة. برضو الموقع دوت الروابط برضو كلها اسفل الفيديو. الموقع دوت اي حد عنده موقع حلو يبعته لنا، وان شاء الله نضيفه برضو اسفل الفيديو بحيث يبقى مرجع لينا لو حد عايز يلاقي حاجة كويسة يحمل منها.